على مختلف مستوياتهم. إذن لابد أن تكون بيانات القرآن بمقتضى قانون التحدي العام الذي ذكرناه في كتاب الإعجاز بين النظرية والتطبيق. هناك بينا بأنه لما كان التحدي عاما لابد أن يكون البيان القرآني بيانا ماذا؟ بيانا عاما أيضا، هو يكون بيانا لطبقة دون أخرى. لذا تجد أن القرآن الكريم تلك الحقيقة العقلية العميقة بينها لطبقة ولطائفة، نفس تلك الحقيقة بينها بلسان آخر كما أشرنا في الحلقة السابقة. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه الشركاء متشاكسون، مخدوم وخادم. هذا الخادم هذا العبد يوجد عنده أرباب شركاء متشاكسون. الشكس بتعبير الراغب في المفردات يقول قل سيء الخلق، شركاء متشاكسون يعني متشاجرون لشكاسة خلقهم. هذا يأمره وذاك ينهى، بينكم وبين الله انظروا إلى خادم له مولان له ربان له آمران، واحد يأمره بشيء والآخر يأمره بشيء آخر، أو واحد يأمره بشيء والآخر ينهاه عن ذلك الشيء، واحد يقول له قم الآخر يقول له أجلس. هذا مثال أن المخلوق والمربوب له أرباب ماذا؟ متعددون. قال رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. التفتوا إلى النكتة، إذا تعددت الآلهة يعني خادم وله أرباب متعددون، أما إذا توحد الرب وكان الرب واحدا هذا معناه أنه ورجل سلم لرجل. هل يستويان واقعا؟ هل يمكن أن نساوي بين هذا وهذا أم لا؟ بل أكثرهم لا يعلمون. هذا